يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. طبعا هلا وصلنا للفقره الرياضيه لليوم اللي بيعدها زميلنا احمد قاسم. اليوم بهذه الفقره رح نتعرف اكثر على رياضه الزومبا اللي هي صارت اليوم كثير منتشره، وهي من الرياضات اللياقه البدنيه اللي طبعا الممتعه والمفيده والمسليه بان واحد. لنحكي اكثر حول رياضه الزومبا ورقص الزومبا معنا اليوم المدربه صوفيا مشقوق. بنرحب فيها مدربه زومبا، بنقول لها يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك صوفيا واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. بداية مثل ما نحن بنعرف رياضة الزومبا هي الرياضة الممتعة، هي الرخصة اللي عليها كثير اقبال من الصبايا، عم نشهدها كثير بالاونة الاخيرة وعم نشوف هذا الاقبال كثير كبير، طبعا اكيد الى هي المتعة وهي الفائدة الجسدية بان واحد. بداية بدنا نتعرف شو هي رياضة الزومبا وبدنا نتعرف ايضا عن مسيرة حياتك الرياضية. هلا رياضة الزومبا هي احد انواع الرياضات الراقصة، أصول لاتينية، نشأت أول شيء على إيد راقص اسمه بيتو بيريز بالتسعينات، منتشرة هلأ حاليا حول العالم، في أكثر من 14.5 مليون شخص بيدرب زومبا على أنحاء العالم، وفي أكثر من 150 بلد على منحى العالم بيتدربوا فيهم بالزومبا. والزومبا هي يعني الحالة بتحكي عن حالة، أكيد كان أحد أنواع الرقص الرياضي. زومبا أحد فوائدها أنه هي بتنزل وزن وبتزيد وزن حسب النظام الغذائي اللي بتعتمديه بعد التمرين. كنت بدك تنزلي وزن بتعتمدي نظام غذائي معين لحتى أنت تنزلي، أو بدك تزيدي وزن بتعتمدي نظام غذائي مشان أنت تزيدي هذا الوزن. حلو كتير. بالإضافة أنه عندي الزومبا بتعدل المزاج، أنت كل الوقت عم تسمعي ميوزك، عم ترقصي على ألحان معينة، الميوزك بتخلي انه ينفرز عندي هرمون هو هرمون الاندروفين، هرمون الاندروفين هو هرمون من هرمونات السعاده والهرمونات اللي بتعدل المزاج، فالشخص لما بيعمل الزومبا بيرقصها للزومبا بصير عنده انه بفرغ طاقه، بفرغ طاقات، واذا عنده توتر اذا عنده انزعاج هذا كلياته بيروح. بالاضافه انه الزومبا كثير مفيده للصحه العامه، الأوعية الدموية، يعني صحة إنه الشخص كذكر أو كأنثى، تمام، كثير مفيدة له الزومبا. حلو كثير. طب صوفيا، يعني رياضة الزومبا اليوم كثير منتشرة، حضرتك توجهتي للرياضة بشكل خاص، تخصصتي بالزومبا، يعني اليوم عم لاحظ الصبايا كلهم عم يتوجهوا للزومبا مثل ما ذكرتي، لأنه هي فعلا يعني الرقص بفرغ الطاقة السلبية الموجودة، بيعطي متعة، بيعطي لياقة بدنية كثير كبيرة، يعني اجتمع برياضة الزومبا أكثر من شيء بنفس الوقت مثل ما ذكرنا بالمقدمة. هلا عندك رياضة الزومبا، هلا نحن ما رح نسميها رياضة قد ما رح نقول انه هي رقص، لانه هي بيدخل فيها السالسا والتانجو والميرينجي والباتشاتا والرقص الشرقي والهيب هوب وكثير انواع رقصات بالاضافة لحركات رياضية. حلو. طيب شو اللي دفعك لتتوجهي لرياضة الزومبا او لرقص الزومبا؟ هلا الزومبا صراحة انا شفتها هيك صدفة على النت، انا من صغري برقص هيب هوب ويعني اكثر من نوع رقص برقص، فشفتها صدفة على النت من شي 3 سنين على الفيسبوك صراحة. شفت شاب عم يرقص مع فريق، أول شي ما كنت بعرف إنه هيدا زومبا، عم يرقص مع فريق، فاستفزني موضوع إنه كيف شاب بيرقص بهالطريقة، عنده حركة ومرونة وليونة بجسمه، تمام. أنا بدي أعرف شو هيدا الشي اللي هو عم يعمله. دخلت على الهاشتاجات الموجودة بالبوست، شفت انه هيدا الشيء اسمه زومبا، فتحت على النت شو هي الزومبا، كثير استفزني هذا الموضوع لحتى ابحث عنه اكثر. انا ما كانت خاطرت لي اساسا. صرت ابحث عنه اكثر، صرت لحالي اتدرب. كيف تتدربي؟ يعني هلا انت شفتيها صدفه على النت، استفزك الموضوع لانك فعلا تتعرفي على هي الرقصه، وبالنسبه للبدايه يعني هي صعبه، هي ما بحاجه فعلا انك تكون اكاديميه، خلينا نقول انه هي فيها حركات هيك انك تركزي بحركات الرقصه. مثلا هلا في عندك شغله، بما انه انواع كثيره للرقص، هلا عندك اول شيء الزومبا، يعني نحن بفكروها صعبه، هي السهل الممتنع، انت لازم يكون عندك اذن موسيقيه لحتى تمشي مع التيار مع الحركات، نفس الاحساس. وهي رقصه كثير حلوه تكون رقصه بفريق، يعني اثنين ثلاثه بتحسيها ممله، بالفريق روح الفريق كثير حلوه بالزومبا. صحيح. هلا انا اول شيء بلشت فيها صرت اسحب فيديوهات للمبتدئين فقط،
هلا عندك رقصة الزومبا أهم شيء فيها إنك ترقصي على البيت، إنك تسمعي الدقة وترقصي عليها. فا يعني أنا إنه أنا برقص هيب هوب حلو. من إنه من زمان، فكتير كان هذا الموضوع سهل علي. تدريب عن تدريب عن تدريب، هلا إلي 3 سنين بهذا المجال وإلي سنتين ونص فاتحة نادي وزومبا سيدات، زومبا أطفال، الأطفال طبعا مختلط، السيدات معنا مختلط. طيب صوفيا، يعني عم نحكي هلا عن رياضات المختلفة بشكل عام، توجهتي لرياضة الزومبا، عم نحكي عن صعوبة أو سهولة الرياضة. بعض يعني الحركات الرياضية ممكن يكون فيها صعوبة، لكن رياضة الزومبا بنلاحظ هي اللياقة البدنية بالإضافة للرقصات. هلا عم نشوف معنا بعض الانسيرتات، هدول الأطفال أو يعني العمر هيك شوي اليافعين عم يتدربوا على هالرقصة. قديش هي الحركات بتفيد هالصبايا؟ هلا الفكرة كل حركة بالزومبا إلى سيستم معين، في إلى ترتيب معين لحتى أنت تعمليها لهيدي لحتى تطلع عندك الحركة تمام. حلو. فنحن عندنا ان كان اطفال او سيدات بالنادي، نحن هدول الحركات بندربهم ستيب باي ستيب لحتى هن تطلع معهم هيدي الحركه. حلو. يعني الحركه اللي عم يعملوها الاطفال هي في لها سيستم معين لحتى يعملوها، يعني هي مو فجاه طلعت معهم. اكيد يعني والتناسق بيناتهم تماما، هي الخطوات المدروسه انت بتعلمي لهم اياها خطوه خطوه. تماما. يعني نحن بنقول الرقص نادين احيانا من خلال هاي الرقصه ممكن تطلع مع موسيقى الزومبا هاي الحركات طبعاً. لكن عم نلاحظ في حركات منوعه ومتميزه بيناتهم. بنحكي اكثر عن صوفيا عن تدريبات خصوصي للمبتدئات ان كانوا اطفال او حتى صبايا، يعني هل فيهم كل الاعمار يعني هن يتدربوا على هاي الرقصه ويمارسوا هاي الرياضه، ولا لا في اعمار محدده؟ في شروط محدده يعني للصبيه او لل هلا الفكره بالزومبا نحن مثلا قاسمينهم صفين، لنقول سيدات واطفال. الأطفال صفين والسيدات صفين، الأطفال صغار كتير أو كبار كتير، السيدات مبتدئات ومتقدمات. تمام. الأطفال هلا أنا بستقبل الأعمار عندي بالنادي من عمر 4 سنين. حلو. أطفال محددين. كيف يعني أطفال محددين؟ أنا بتجي لأن هو صراحة من 6 سنين هو أفضل. ليش؟ لأنه صار بيكون عنده إدراك، توافق حسي عصبي بين الإيدين والرجلين، يحرك القسمين الفوق والتحت بجسمه. فبيجوا اطفال بدها تسجل السيده لبنتها او لابنها زومبا، بتقلي مثلا عمره 3 سنين ونص او 4 سنين. لا هيك اكيد صعب، لانه في حركات مثل ما عم نشوف هلا ب هلا الفيديو، بس في حركات صعبه انه ما بيقدروا. في اطفال هن عندهم اذن موسيقيه، عندي بنوتين صغيره بالنادي عمرها 3 سنين و4 شهور. نحن عم نلاحظ اليوم الاطفال نادين كلها عم ترقص زومبا وبلا زومبا، يعني عندهم هذا الشعور بترقص حتى لو عمرها 9 سنين، يعني صحيح. بتسمع وبترقص كتير حلو. فهو بقى الموضوع بيكون انه انت لازم تشوفي الطفل هو قادر يعمل زومبا بعمر الـ4 سنين والـ5 سنين، فاذا قادر هو ايه بيدخل بالفريق. بس يعني الفكره انه من عمر 6 سنين وطلوع هو افضل شيء لحتى يدخل على الزومبا، يعني هيك بشوف انه بيكون قادر انه هو يستوعب هيدي الحركات. يعني التعليم هاي الرياضه من الصغر بتعتبر انه هيك افضل، يعني ممكن لبعدين يصير محترف بهاي الرياضه؟ هيك الرياضه ما لها عمر، لكن انا تعلمتها بعمر 23. هي يعني هي احساس اكثر ما هي رياضه، يعني هي طبعاً. الرقص عم يجي مع بعض الحركات الاساسيه او خلينا قواعد معينه للزومبا طبعاً. لكن هي احساس مع الغنيه اكثر ما هي رياضه. ولياقه بدنيه مثل ما ذكرنا، يعني تسليه وممتعه ومفيده ولياقه بدنيه ومن كل النواحي فعلا هي الرياضه متميزه. بالنسبه للاطفال برايك شو بتفيدهم يعني من بدايه تعليمهم واكثر يعني تعلم؟ ممكن هلا ذكرتي انه ما الى عمر، لكن الطفل يعني كبناء للجسم خلينا نعتبره شوي رياضة، أكثر الأعمار يبدأوا فيها؟ هلا لأقول لك شغلة، حسب مثلا المجتمع الموجود عندي بالنادي ومن عممه. الأطفال بيسجلوا الزومبا منه لأنه هني بيحبوا الزومبا، أو مثلا حابين يتعلموا الزومبا، أو أهالي مسجلين أطفالهم لأنه عندهم سمنة. هلا الأطفال عندنا نحن عايشين بوقت صحيح إنه الأطفال عم ياكلوا شيبسات، عم ياكلوا بسكويتات، عم ياكلوا أكل جاهز، ما في مثل تنظيم للأكل، ما في ضبط لإلهم، فصار في الأولاد عم يزيد وزنهم صحيح. فكتير عندي أطفال أعمارهم 7 و8 و9 كتير عندهم سمنة.
فأهاليهم مسجلينهم كرمال إنه هن ينزلوا وزن، وعم ينزل وزنه لأنه الأطفال عندهم نشاط بيتحركوا كتير فبينزل وزن. يعني والطفل ما بيحب كتير الرياضة القاسية، بيحب رياضة الرقص. يعني اليوم لما بيسمع موسيقى الطفل ممكن يرقص معه ويتواكب معه أكثر من أي رياضة. حتى لو هو لسه أول ها بلش يمشي. صحيح. حتى كمان في عندك الزومبا بيسجلوها، نحن أول ما نبلش التدريب بيكون عندنا أحماء، بعدين بلش نعلمه الحركات، بعدين بلش نرقص. بالإحماء نحن بنعتمد على موضوع الحنية بالعمود الفقري. في عندنا كتير أطفال عندهم حنية بالعمود الفقري وعندهم وضعية غلط للظهر من وراء الشمتاية المدرسة، من وراء القعدة على المكتب الدراسة. فهيدون المواضيع نحن أول ربع ساعة أول تلت ساعة من كل حصة نشتغل عليهم مشان نحن نقوم العمود الفقري للطفل. يعني هلا مثل ما ذكرتي صوفيا نحن عم نحكي بالنسبه للاطفال، هلا بدنا نحكي بالنسبه للصبايا للسيدات. هلا اكيد هي الرقصه ما انا فقط محصوره على الصبايا والسيدات وايضا على الرجال، لانه انت ذكرتي انه اول ما شفتي يعني شفتيها من راقص بيتو بيريز هو نعم. الشخص اللي هو انشا للزومبا بالتسعينات اللي هو ذكر. مين اللي ما بيقدر يمارس هاي الرياضة صوفيا؟ هلا اللي ما بيقدر يمارس هاي الرياضة اللي عنده تشخيص مرضي بالمفاصل، انه هو عنده آلام مزمنة بالمفاصل، يلي عنده فتق نواة لبية، يلي عنده مناقير، ويلي السيدات يلي هي مولدة جديد ولادة قيصرية الجرح مانو طايب، او البنات يلي في عندنا شيء اسمه هبوط بالرحم. هيدا الموضوع ما بصير هي تعمل زومبا، بتنتقل للرقص الشرقي او للايروبيك كرمال هي تنزل. هي انواع يعني الزومبا يعني هلا في انواع محدده لحالات محدده وفي هيك رقصات وفي رقصات شامله بيقدر طبعا. هلا في عندك الزومبا، في الزومبا العامه الشامله اللي هي طبعا هون باللاذقيه يعني في كثير عالم مختصين فيها، انه خلص انه زومبا خلص كل شيء بنشوفه رقصات على النت بنسحبها وبندربها. احنا بالنادي في عنا اكثر من سيستم للزومبا. في عنا الزومبا اللي هي الاوريجينال زومبا، في عنا سترونج باي زومبا، وفي عنا الانرجي زومبا. هدول انا بتوقع انه انا بتفرد فيهم باللاذقيه بتدريبهم هدول السترونج باي زومبا والانرجي زومبا. هلا سترونج باي زومبا هي نشات على ايدين صبيه روسيه اسمها ماريا، طلعت بالشهر التاسع بال 2016 يعني جديده سترونج باي زومبا. هي ميكس بين الزومبا العادية وتمارين الكارديو. تمارين الكارديو اللي هن تمارين طلعة الدرج والركض والحبلة وتمارين تحمل، ولكن نحن طلعة الدرج والحبلة والتمارين تحمل بنحطهم ضمن جامعينها برقصة واحدة تقريبا، بنحطهم ضمن رقصة. يعني تمرين الزومبا العادي بيكون وقته بين ال 45 دقيقة لل 50 دقيقة، السترونج باي زومبا لا يتجاوز ال 25 دقيقة لأنه هي ما أنا قادرة تتحمل أكثر من 25 دقيقة. حلو. طب صوفيا يعني بدنا نحكي شوي هلا عن الاغاني اللي مرافقه رقصه الزومبا. عم نلاحظ نحن مع بدايه يعني معرفتنا بالزومبا ورياضه الزومبا او رقصات الزومبا في اغاني محدده مرتبطه بهي، كيف يعني من خلال معرفتك انت متابعتك عم نلاحظ عم تتابع كثير الشيء الجديد انرجي زومبا سترونج زومبا. خلينا نحكي اكثر عن الاغاني ايضا واللي وصلنا لها اليوم. هلا انا اكثر اللي شفتهم واللي دخلت فيهم بالزومبا في غنيه محدده يعني كثير بنسمعها، هلا انا ما كثير حافظتها بس كثير بنسمعها. في اغاني ثانيه كمان اليوم عم تكون جديده. هلا الاغاني هلا اذا الزومبا الاساسيه هي اغانيه لاتينيه. هلا صار في مثل تحديث للاغاني اللي بينرقص عليها زومبا، ممكن يعني اسرع الرتم ابطا هيك تماما. يعني هو الاغاني مثلا فيك ترقصي على الزومبا باغاني الهيب هوب. حلو. فيك ترقصي بالاغاني الشرقيه لانه في نحن عندنا بالنادي صف اسمه زومبا شرقي، بنرقص رقص شرقي ولكن بطريقه الزومبا. حلو. هيدي جديده يعني هيدي جديده، هيدا بنعتمد فيها على نحت الخصر وتسطيح المعده وتسطيح الظهر من وراء. حلو كثير. هي عم نشوف كثير اقبال عليها بموضوع الرشاقه. اغانيه شرقيه حلوه هيك بتحسي هيك طرب 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 يعني عم تسمعي طرب ورياضه بنفس الوقت. يعني ممارسه الزومبا اليوم نحن كيف ممكن انه نشجع الرجال والنساء والاطفال والسيدات يعني خلينا نقول بشكل عام على هذه الرياضه؟ هلا ليك لاقول لك شغله، نحن بمجتمع شرقي لتشجع الرجال ما رح تقدري تشجعي. يعني بما انه بلشتي مع يعني من تماما خلال المتابعه تبعتيه على النادي سجل نادي عادي يعني بيتمنى او اذا على مزاجه، فكيف انك تقولي له انك تسجل رقص
مع السيدات انه اسمها رقص. تماما، انه نحن هون بمجتمع شرقي نحن بنتمنى يكون هذا الموضوع منتشر، ذكور واناث، لانه هو كثير كويس للجسم. الزومبا كثير مفيده لصحه الجسم، لياقة، ان كان ذكور او اناث. في وفي عندنا بلاد ايه شباب بيدربوا زومبا، في اكثر من شخص بيدربوا زومبا. هلا صفيه، فينا نعتبر نحن رياضه الزومبا هي كباقي الرياضات والالعاب الرياضيه اللي احنا نعرفها الشائعه، يعني انه فيها بطولات، فيها منافسه، والا هي لا، لعبه متميزه فقط بتعتمد على اللياقه البدنيه وبتعتمد فقط على المتعه. هلا هي ليك لك شغله، هي رياضه تنافسيه عندنا بلاديه. من التنافسيه ما بين افراد ولا بين مجموعات؟ هلا ليك، كل مين ما حدا شاف غنية على النت صار بده يعمل مدرب زومبا، صار تماما بين مدربين وشغلة. التنافس عم بيكون صار شغله المال وشغله، وكل مين بده يعمل لك انه هو الشاطر وهو الكذا، بيكون ما له كم يوم بالزومبا يعني. تمام. شو برايك الاصح يعني بهي الرياضه؟ الاصح لازم شخص يكون عنده من الصغر بيعرف يرقص. واذا ما من الصغر بيعرف يرقص لازم يكون على رقص على كبر متعلم يرقص باصول، لازم يكون عنده أذن موسيقية، لازم يسمع البيت ويرقص على البيت، هي كأمور ثانوية. أنت شو كان عندك الرياضة اللي قبل صوفيا؟ أنا هيب هوب، أنا كنت هيب هوب وبالي. لأنه والدتي روسية، فهي من طول عمرها بترقص بالي، فهي كانت أول شيء دربتني بالي. أكيد هذا الشيء ساعدك يعني، تماما ممكن تربطيهم ببعضهم باعتبار أنه هني بيندرجوا تحت الرياضات الراقصة. تماما، ولهي الحركات الخاصة، وأيضا ترتبط يعني بالموسيقى. يعني هذا الشيء اكيد ساعدك على التعليم اكثر، على انك انت تتوسع بمجال رياضه الزومبا والرقصات الزومبا. ايوه، كمان الفكره انه ما فينا مثلا صبيه او شاب عجعوج او هيك مربربين انه فورا يدخل يعني على رياضه الزومبا، لانه الشخص اللي مثلا صبيه او شاب جايين يسجلوا زومبا بدهم يشوفوا الكوتش. صحيح. فمتى ما شافوا الكوتش معجعج ومربربه معناتها هن بدهم يكون هدفهم انه يصيروا مثله. نحن هدفنا يعني اساس الزومبا هي اللياقه البدنيه والجسم اللين، خلينا نقول. بس بدنا نحكي قبل ما نختم مع حضرتك يعني عن هي الرياضه بشكل عام، فوائد هي الرياضه ومضارها ايضا، يعني بعض النصائح قبل ما نختم مع حضرتك. الزومبا اهم فوائدها انه هي بتنزل وزن وبتزيد وزن حسب السيده او الصبيه او الطفل او الطفله شو حابين يعملوا. بتعدل المزاج، بتلغي التوتر الموجود عندنا، بالإضافة هي كتير مفيدة للصحة العامة، للشرايين، للأوعية الدموية، وللقلب مفيدة جدا إنه هي بتنظم عمل القلب. بالإضافة إنه هي بتعمل عندنا تناسق حلو بالجسم، كلياتنا بندور على جسم متناسق، جسم حلو، معدة مشدودة، خواصر منحوتة، رجلين مشدودين، إيدين مشدودين مضبوبين، هذا الزومبا كلياته بتعمله هذه الأمور. يعني أكيد فعلا هي رياضة كتير مميزة وممتعة، وحبوها أغلب الصبايا والشباب أيضا أطفال، وبندعو للي ما جرب هاي الرياضة أنه فعلا جربها، بما كتير ممتعة. صحيح، بما إلى من فائدة جسدية ونفسية أيضا، وفيها هيدي المتعة. نشكرك المدربة صوفيا مشقوق، شكرا لك لحضورك، وأكيد إن لقاءات قادمة نتحدث أكثر، نتوسع برياضة الزومبا ونتعرف على الرقصات الجديدة. شكرا لك وشكرا لحضورك. شكرا لكم. أكيد بدوري بدي أتمنى لك كل التوفيق، وشكرا لحضورك معنا بصباحنا لليوم. ميرسي لكم، أهلا وسهلا.